إلى أحداث اليومين السابقة، فإننا باسم المجلس الانتقالي وقيادته في هيئة الرئاسة وكل هيئات المجلس الانتقالي نستنكر بشدة الاعتداءات الصارخة للمتمردين الحوثيين بهجومهم على ميناء النشيمة أولاً وبعدها ميناء الضبة النفطي. لقد كان عملاً مشيناً بما تحمله كل كلمة من هذا المعنى، ونرى المجتمع الدولي وأيضاً التحالف وأيضاً الإقليم ساكتاً غير الاستنكارات أيضاً والشيء الذي تلا اليومين اللي فاتوا. نحن نقول من هو الحوثي؟ هو فئة صغيرة متمردة على القانون والشرعية، وذهب بهم القرون إلى مهاجمة الأماكن الاقتصادية التي هي شريان الحياة داخل الجنوب. نحن نقول أن هذا التصرف يعكس مدى الرخوة التي تعيشها حكومتنا وأيضاً مجلسنا الرئاسي والتحالف في التعامل مع مثل هذه الشرقة. نحن نقول أن هذا التحالف يفترض قبل الآن بسنتين أن نتعامل معه بوقف شريان الحياة. لماذا تم إيقافنا من المعركة الحاسمة التي كنا نخوضها في الساحل الغربي نحو الحديدة؟ لأنه المجتمع الدولي الذي يتمادى مع هذا التصرف مع هذه الفئة إلا وهو يشجعها من أجل القيام بأعمالها الإرهابية والتي لا يتقبلها إنسان ولا قانون ولا دستور ولا دولة، وبالتالي لم يتم حسم هذه الأمور في حينها. كانت الرخوة أيضاً من قبل الحكومة والتحالف في التمادي أمام جزء معين من المجتمع الدولي لإعطاء فرصة للحوثيين بأن يتم تدخل سفنهم وتنزل الطائرات المسيرة والغادفات وأنواع مختلفة من الأسلحة ليتمكن من زعزعة المنطقة، إلى جانب المآسي اللي يعاني منها شعبنا في الشمال أو الجنوب. نحن نقول، وأنا أود هنا أن أوجه رسالة واضحة، أطلقوا سراحنا ونحن نعرف نتعامل معه، ونحن نعرف كيف نقاتله، ونحن نعرف أيضا أسلوب قتاله، أنه لا يسوى شيء أمام جنودنا وأبطالنا في القوات الجنوبية. شيء آخر، لقد لقى الحوثي ثغرات عديدة داخل الشرعية وداخل مكونات الشرعية من الفساد والسرقة واللصوصية على شعبهم الذي حرره أبناء الجنوب بثقة خلال فترة وجيزة من الزمن، وظل
وظلت الحكومة ورئاستها تتمادى وتقبل بضعفها كل الشروط التي يمليها الحوثي. لماذا لم ينفذ اتفاقية ستوكهولم بالرغم أنها مجحفة؟ لماذا لم ينفذ مبادئ الهدنة؟ لأنه يلقى تشجيع من المجتمع الدولي ويلقى من تحت الطاولة تشجيع أيضاً من التحالف. نحن نقولها بصراحة، إذا لم يتم حسم هذه المسألة ورد الفعل لها بصراحة لا يشرفنا أن نكون في إطار مجموعة هي تطعن من الوراء وتعطيك الكلام المعسل. لماذا الخدمات والمرتبات إلى الآن يتم فيها تعذيب شعبنا والموارد كافية؟ لماذا يتم السكوت عن الأعمال الإرهابية التي تتغارى هنا وهناك؟ نحن نرى بصريح العبارة أنه في تمادي وفي تسهيلات من عناصر هي تمثل الشرعية وتقدم الخدمات والتسهيلات وإلى آخره من الأمور التي تعطي فرصة للحوثيين بأن يتمادوا إلى هذا الحد. أيها الأخوة، كثيرا من أعمال الفساد التي نلاحظها، كثيرا من السلوكات المشينة داخل المجتمع، كثيرا من الثغرات التي تخلينا نكره أنفسنا ونكره الآخرين. لماذا لم يتم حسم مسائل كثيرة جدا تخلينا نحن القدوة من قبل الحكومة ولا الرئاسة؟ لأنه في شيء في نفس يعقوب، وهذا اللي نلاحظه الآن، يتم التكاتف والإجماع بين الحوثيين والإصلاح والإرهاب مع بعض في شن هجوم على الجنوب من شتى الاتجاهات والجبهات. اليوم نلاحظ، بس نلاحظ، حد يقدر يكتشف أنه كل المناطق العسكرية في الجنوب استنكرت الأعمال العدائية ما عدا المنطقة الأولى. لم تستنكر والإصلاح لم يستنكر، بل بشيء من الخجل أدار استنكاره للمجتمع الجنوبي أو المجتمع الشمالي. لقد فاضل كيف، واللاحق في نفس الوقت يعني بالله عليكم جيبوا لنا واحد وزير حاكم، واحد وزير قالوا له أنت فسد، أنت نص، ما فيش. بل نلقى أنه المنافقين الفسدة هم اللي يتركون. إيش من حكومة ما قدرت توجد بس خدمات، خمس خدمات وكهرباء وماء ومرتبات؟ هل تعلمون أن جنودنا يقاتلوا بدون غذاء توفر الدولة، بدون مرتبات، لكن صمودهم صمود أبطال.